معانا ايضا على التليفون دكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيليه. اهلا بيك يا دكتور. يا اهلا بحضرتك يا فندم. وتهانينا على مهرجان القاهره للدراما، بالمناسبه كان رائع كما جرت العاده. ربنا يخليك فندم، شاكر جدا جدا. دكتور اشرف، نقدر نقول طلعنا بنتائج ايه من هذا الاجتماع اللي كان بتنسيق وبرعايه الشركه المتحده مع النقابه ومع اتحاد المنتجين وهكذا؟ خليني اتقدم بالشكر للشركه المتحده برعايتها هذه الاجتماعات. احنا عملنا اجتماعين ولسه فاضل لنا كام اجتماع تاني، والمؤشرات ايجابيه. حلو. ما اقدرش اقول طلعنا بايه لسه، لكن المؤشرات ايجابيه. وكله في خدمه الفن المصري، وكله في خدمه المبدع المصري. احنا قلود الشرق، احنا رياده، احنا 60 سنه دراما. فان الاوان ان احنا نقعد مع بعض ونعمل دستور جديد لمهنتنا، تشريع جديد لمهنتنا يتفق بقيمه الفن المصري. حلو، طب ده كلام جميل، قلت لي المؤشرات ايجابيه، طب ايه المانع من احنا نذكر مؤشر او اتنين يراهم دكتور اشرف زكي ان هم مؤشرات هي الابرز في ايجابيتها؟ علشان يعني احنا في اتفاق بينا ان ما نعلنش اي حاجه الا لما نخلص. عشان من يعني ممكن نعمل خطوه ترجعنا 10 خطوات. لكن احنا بنبص للرياده المصريه. احنا ده هدفنا الرئيسي. ازاي احنا نحافظ على بلدنا؟ يعني هقول لك مثال بسيط جدا. احنا لما عملنا، مش احنا يعني انا، احنا يعني مصر او الفنان المصري. حلو. لما عملنا ليالي الحلميه او رأفت الحجام او الشهد والدموع، اكيد وحشتنا بروفات الترابيزه. طبعا. وحشنا ان احنا نقعد مع المؤلف ونقرا ونعرف الخطوط الدراميه بتاعتنا ايه، ونعرف احنا رايحين فين، ونعرف المسلسل فين. مش كده ولا غلط؟ طبعا. احنا طبعا عندنا حنين للحاجات دي، عندنا حنين. يعني معقوله ان احنا بنتقابل على الهوا؟ بروح الاوردر انا مش عارف مين اللي قدامي، مش عارف مين بيعمل دور ايه. فهمتك واؤيدك واؤيدك وبشده. ده انا فاكر كنت شغال في مسلسل كان اسمه عفاريت السياله. طبعا. وكان بيقعد معانا يعني مين؟ اسامه انور وكاش، اسماعيل عبد الحفيظ، واحنا قاعدين على الترابيزه عمالين نقرا ونتعلم وناخد اداء ونفهم الشخصيات والمؤلف يشرح لنا والمخرج يشرح لنا، وبعدين كمان نذوب في بعض. انا فاكر فنان حسن يوسف وهو بيحكي لنا لما جه يعمل فيلم الخطايا ان عبد الحليم حافظ قال له هات هدومك تعالى اقعد معايا، قعد مع عبد الحليم حافظ 10 15 يوم. معايشه بيطبعوا على بعض عشان يطلعوا اخوات. طب ينفع ان احنا نتقابل على الهوا كده؟ انا مش عارف اروح التصوير، ما اعرفش مين عامل مراتي، مين عامل اخويا، ومين عامل ابني. مفاجآت برضه. يعني لا، احنا محتاجين عوده للطريق الصحيح. وده اللي الحقيقه الشركه المتحده بتسعى اليه وبتتبناه وشغالين عليه. عوده الى المفاهيم الحقيقيه للدراما. تعود المهنه الى اصولها الحقيقيه. وده اللي احنا قاعدين عليه، ومفيش طرف من الاطراف رافض، ومفيش طرف من الاطراف متعنت، وكل طرف محترم الاخر، وكل طرف مقدر الاخر، احنا مختلفين في بعض النقاط في اليات التنفيذ. ها. ولكن مش مختلفين عليها. طيب يمكن بما انه في اجتماع ثالث يا دكتور اشرف، ثالث ورابع. ثالث ورابع؟ لا، يبقى انا كده ليا فرصه بقى اللي هو ايه؟ ان انا نفسي جدا، انا راجل عمري ما اشتغلت لا بالسيما ولا بكان، بس انا فعلا بحب هذا الفن العظيم، واللي بشوف انه بالذات الدراما قدره غير طبيعيه على مأسسه وعي غير طبيعية، أكتر من أي جورنال، أكتر من أي برنامج، وأنا راجل بشتغل مذيع أهو. فحضراتكم بتقوموا بدور شديد الأهمية، شديد المركزية، شديد الحساسية. وأنا طبعًا كلنا نعلم جيدًا إزاي التعاونات اللي بتجرى ما بين الشركات وبعضها البعض، وما بين المتحدة والشركات اللي ممكن تكون حتى صغيرة، بعضها بيكون لسه شركات ناشئة في هذا المجال، والمتحدة بتدعم وبتقف جنب ده. نفسي في تحالف واسع قوي بقى، اللي هو مثلًا إيه؟ 17 شركة مثلا، أي كلام يعني، بس يعني عدد كبير زائد المتحدة، بالتأكيد بالدعم اللي بتقدمه النقابة طول الوقت للعملية الإنتاجية بشكل عام من حماية هذه الصناعة. عمل درامي فني تاريخي مهول الكون يتكلم عنه إن شاء الله. والله بضم صوتي لصوت حضرتك، وأنا متفائل جدا، وشايف إن المؤشرات الإيجابية اللي خرجنا منها النهاردة
تؤدي لان احنا نحلم اكتر من كده كمان. يا رب قدها وقدود يا دكتور، كل الشكر وتحياتي واشكرك جدا.